تعالي نعرف يعني ايه قوة صحيحة غير سالبة. القوة أساسا معناها كلمة أس، الأس الرقم اللي احنا اتعودنا ناخده فوق الرقم فوق الأعداد بتاعتنا اللي احنا بنسميه أس، هو ده اسمه القوة. يعني لما يقول لي كلمة قوة يقصد بيها كلمة أس. طيب الأس الصحيح، أس وصحيح وغير سالب. طب هو أنا إيه عندي الأعداد إيه؟ الغير سالبة؟ الغير سالبة عندي الأعداد الموجبة وكمان الصفر. يعني هو هنا يقصد يقول لي إن أنا الأسس اللي أنا هديها لك في الدرس ده هتكون أسس موجبة وكمان ممكن تلاقي الأس بتاعك صفر. طيب عندي قوانين للأسس دي. قال لي لو لقيت عددين ما بينهم علامة ضرب، يعني لما تلاقي 2 أس 2 في 2 أس 3، أولا العدد اللي موجود تحت ده الاتنين دي أو الاتنين دي احنا بنسميهم أساس، ده كده اسمه أساس. قال لي لو لقيت الأساس بيساوي الأساس، يعني دي 2 ودي 2، فالناتج بتاعك يكون عبارة عن أساس برضه، يعني تاخد 2 منهم، 2 و2 باخد 2 واحدة. أما بقى عشان المسألة بتاعتنا ضرب فأنا هجمع الأسس، 2 زائد 3 يساوي 5، وحالة جمع الأسس دي ما بتحصلش إلا في حالة الضرب. يعني أنا ما ينفعش ألاقي 2 أس 2 زائد 2 أس 3 وتقولي لي يعني 2 أس 5، ما إحنا بنجمع الأسس، جمع الأسس دي ما بتحصلش إلا في حالة الضرب. يبقى لما الاقي مسألة ضرب نعمل ايه؟ ناخد اساس واحد ونجمع الاسس. هو كتبها لي قاعدة هنا اهي موجودة عندنا في الكتاب، بيقول لي ايه؟ عند ضرب الاساسات المتشابهة نجمع الاسس، وادانا مثال عليها وبيقول لي 2 على 5 اس 3، 2 على 5 اس 3 مضروبة في 2 على 5 اس 2. طيب ده معناه ايه؟ معناها ان احنا لما نيجي نحلها، بما ان دي الاساس شبه الاساس، يعني حتى لو كان الاساس بتاعك عدد نسبي بسط ومقام، بناخد اساس واحد 2 على 5 مرة واحدة فقط، وبجمع الاسس 3 زائد 2 5، ونرجع نحل بقى زي ما احنا اتعودنا. معناها ايه 2 على 5 اس 5 دي معناها ايه يا رهف؟ 2 على 5 أس 5، يعني أضرب الاتنين على 5 في نفسها 5 مرات. ثانية برافو واحدة، عليكي، يعني اضرب الاثنين في نفسها 5 مرات، تمام، واضرب الخمسه في نفسها 5 مرات، ايا كان بقى الناتج اللي هيطلع لنا. احنا بس عايزين نفهم ان لما تجيلي القاعده دي، قاعده لما تلاقي اساسات شبه بعض بنضرب الاسس، بنضرب بناخد اساس واحد وبنضرب وبنجمع الاسس. ده بالنسبه للنقطه دي. قال لي طيب لو كانت المساله بتاعتنا مسألة قسمة، يعني لو لقيت المسألة بتاعتي بقى قسمة مش ضرب، مش ضرب، بنعمل إيه؟ قال لي في الحالة دي بنطرح الأسس، يبقى عند الضرب اللي بيحصل نجمع نجمع الأسس، الأسس. طب وعند القسمة نطرح إيه؟ الأسس. بنطرح الأسس. برافو عليك، يبقى دي كده القواعد اللي هناخدها النهاردة، عند الضرب نجمع الأسس وعند الطرح نطرح الأسس. يعني أنا دلوقتي لو جيت قلت لي 4 على 5 أس 7 اسمت 4 على 5 أس 5، يا ترى في الحالة دي هنعمل إيه؟ قال لي هناخد أساس واحد 4 على 5 واحدة، تمام، ونطرح الأسس، السبعة أطرح منها 5 يدينا 2، وأكمل حل مسألتي عادي 4 أس 2، يعني 4 في 4 16، 5 أس 2 يعني 5 في 5 ب 25، ويكون الناتج 25 على 16 على 25. يبقى عند الضرب نجمع الأسس، وعند الطرح وعند القسمة نطرح الأسس. حد كده في مشكلة؟ لا تمام. طيب بصي، هو الدرس لسه فيه أجزاء تانية، بس خلينا نقف عند الجزئية دي عشان نحل الأسئلة اللي عليها، تمام، ونظبط النقطة دي، وبعد كده الباقي نكمله الحصة الجاية. تعالي هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي احسب كلا مما يأتي وضع الناتج في أبسط صورة. هحل معاكي كام مسألة وبعد كده خليكي تحلي. 2 على 3 أس 3 في 2 على 3 أس 2،
هقول له طيب انا هنا بما ان الاساس شبه الاساس كلهم اسمهم 2 على 3، فانا هاخد 2 على 3 واحده بس اس، اجمع الاسس بقى بما ان المساله بتاعتي ضرب، فانا هنا هجمع الاسس 3 زائد 2 يساوي 5. طيب وبعدين؟ قال لي احنا متفقين بقى يعني ايه اس 5 دي، معناها ان انا هضرب الثلاثه في نفسها 5 مرات والاثنين في نفسها 5 مرات. طيب 2 اس 5 على 3 اس 5، الاثنين اس 5 يعني كام؟ يعني 32. 3 اس 5 لو حسبناها هتطلع معانا 200 300 243. يبقى ده كده لما تجيلي مسألة بالشكل ده. طب مثلا تعالي نشوف مسألة زي دي، سالب 2 على 3 أس 3، في 2 على 3 أس 3، ونخلي بالنا إن هنا الأساسات مش شبه بعض، بالعكس ده فيهم واحدة موجبة وفيهم واحدة سالبة. طيب هنعمل إيه؟ قال لي لو كان بس الموضوع في السالب فخد السالب ده وطلعه لي بره القوس، إحنا متفقين إن الأس الفردي ما بيطيرش السالب، فهاخد السالب ده بس كده وأطلعه بره القوس وأقول له كأن المسألة بتاعت اسمها 2 على 3 أس 3، في 2 على 3 أس 2. تمام، يعني انا السالب فضل معايا بره بس خرجته بره القوس نفسه، وارجع بعد كده احسب المساله بتاعتي. هقول له ايه؟ السالب موجود وكده اصبح الاساس شبه الاساس، هاخد 2 على 3 واحده وهجمع الثلاثه مع الاثنين اللي هي الاسس دي نجمعها مع بعض، فيبقى سالب 3 على 2، سوري 2 على 3، سالب 2 على 3 الكل أس 5. ونرجع نحل بقى المسألة، 2 أس 5 لسه حلينها من شوية ب 32، و3 أس 5 برضو حليناها ب 243، وما ننساش إن إحنا كان عندنا سالب هنا. يبقى ده كده في حالة إن أنت تلاحظي إن المسألة بتاعتك المسألتين مختلف، يعني هما شبه بعض بس اختلاف الإشارات. نعمل إيه في الإشارة؟ نسحب الإشارة بره، ده لو لقيت إن الأس فردي مش هيطير. تمام؟ تمام. طيب تعرفي تقولي لي رقم 3؟ واحد على 5 في سالب 1 على 5، هاخد 1 على 5 واحدة بس. شاطرة؟ أس 4، أس 1، ادينا أس 5. أس 5، برافو عليكي. وهنا في حالة إن هي كانت سالب 1 على 5 أس 4، إيه اللي حصل؟ نعم، سالب 1 على 5 أس 4. وانا طلع السالب بره بس لأ، السالب إحنا مش عندنا أس 4 زوجي، فأس 4 زوجي فطير لك السالب. يعني انت مسألتك كده صحيحة بدون ما تحطي سالب بره، لأن أصلا الأس الزوجي بيطير السالب. تمام، تمام. نكمل. 1 على 5 أس 5 معناها إيه؟ 1 نعم 1 على 5 أس 5، ما احنا عايزين بقى نجيب الناتج وفي أبسط صورة كمان. هكون 1 على 3125. يبقى 1 على 3125، لأن الواحد أس أي عدد بينزل واحد زي ما هو. طيب المسألة اللي بعدها تعالي أحلها معاكي. هنا هنلاحظ إن دي مسألة قسمة، الأساس شبه الأساس، فأنا هاخد أساس واحد اللي هو 1 على 6 واحدة فقط، وهطرح الأسس 9 ناقص 8، بس هلاحظ إن 9 ناقص 8 تساوي 1، يبقى 1 على 6 أس 1، أي حاجة أس 1 يعني تضرب في نفسها، يعني مش هتضرب في نفسها، هي تنزل مرة واحدة فقط، أهي نزلت مرة واحدة. تمام؟ تمام. طيب النقطة اللي بعد كده قوليها انتي. 2 على 7 أس 5 على 2 على 7 أس 3، ناخد 2 على 7 وهطرح 5 من 3، اديني أس 2 شاطرة. وبعدين تساوي 2 في 2 من 4 و7 في 7 في 49. تمام، برافو عليك. تمام، طيب تعالي نشوف المسألة رقم 6. المسألة دي عندي عددين، العددين فيهم واحد بالسالب، يا ترى نعمل ايه؟ طلع السالب بره، طلع السالب بتاع 3 على 5 بره. تمام، وهنطرح 7 من 5 تديني أس 2.
تمام، وبعدين تلاتة خلي في بالك. تلاتة بتسعة، وخمسة في خمسة 25، وهكون برضو سالب بره. شاطرة. السالب هينزل معايا زي ما هو، مش عشان الأس ده بقى زوجي فالسالب ده يطير، احنا السالب ده بقى خارج المسألة تماما، احنا الأس الزوجي ده على التلاتة على خمسة مش على السالب اللي موجود بره، تمام؟ فعشان كده السالب ينزل معانا عادي في مكانه، تلاتة على خمسة أس اتنين تتحل عادي 9 على 25، فالإجابة النهائية سالب 9 على 25. طيب تعالي نشوف اللي بعدها. تمام. سالب 5 على 2 أس 2 على 2 و1 على 2، تمام، أي هنضرب الاتنين 2 بـ4 و4 زائد 1 بـ5 على 2. فهمتي كده؟ اصلا عدلتي شكل المسألة نفسه، يعني هي اصبحت سالب 2 5 على 2 اس 2 على 5 على 2، تمام. وبعدين أس 2 اللي هتكون زوجي فهتشيل السالب، تمام، و هكون 2 هطرح منها لأس 3، ليه أس تلاقي ليه 1 أس واحد؟ اه على تمام، 2 أس 1، فهكون 5 على 2. هتنزل زي ما هي 5 على 2، برافو عليكي. طيب اللي بعدها، بصي بقى هنا حابب يلخبطك ويجيب لك أكتر، يعني الأساس مضروب في نفسه أكتر من مرتين، فعادي مفيش فيها مشكلة، برضو بنعمل نفس الحركة. ناخد 1 على 2، واتنين زائد 1 زائد 3 فيها 6 أس 6، تمام، اللي هي إجابتها تطلع كام؟ 1 على 2 أس 6. لحظة كده، هكون 1 على 2 2 2 2 64، 1 على 64. شاطرة، برافو عليكي، تمام. طيب تعالي نشوف المسألة رقم 9 دي، عشان هنا المسألة فيها ضرب وقسمة، احنا لما يجي لنا قسمة وضرب مع بعض في نفس الوقت بنعمل ايه؟ ناخد 2 نحلهم، بعدين ناخدهم مع التاني. اخوة خلي بالك، بناخد اللي جه الأول، يعني القسمة جت الأول ناخد القسمة الأول، يعني ما كانش ينفع تقولي لي أنا هاخد دول كده مع بعض، لا احنا بناخد بالنسبة لترتيب إجراء ترتيب إجراء العمليات الرياضية بناخد اللي بيجي الأول، فاحنا جات القسمة الأول فنحل القسمة الأول. تمام. أنا تروح 8 من 6 دينا 6 2 تمام، بعرف 2 في 4 على 5 أس 1 في الدين.